كما تمثل العلاقات المصريه العراقيه نموذجا متميزا في العلاقات بين الدول العربيه في ظل المواقف الايجابيه من كلا الطرفين تجاه الطرف الاخر وعلى الصعيد السياسي تتسم العلاقات بين القاهره وبغداد بالتنسيق والتشاور بشان القضايا والملفات الاقليميه والدوليه فضلا عن العمل المشترك على مجابهه التحديات تاريخ ممتد للعلاقات المصريه العراقيه يجمع البلدين في ظل التفاهم والتنسيق المشترك بين القاهره وبغداد والذي لا ترجع اهميته الى كونه فقط نموذجا للعلاقات بين دولتين عربيتين لكل منهما وزن سياسي واقتصادي وانما تتمثل اهميته في الكشف عن مجمل العوامل التي شكلت ملامح تلك العلاقات منذ تاسيس الدوله العراقيه في عام 1921 ومن ثم انعكاسها على المنطقة العربية ونظرا لتكامل موقع مصر والعراق الجغرافي والاستراتيجي فرض ذلك عليهما تحمل عبء الدفاع عن مصالح المنطقة إلى جانب القوى العربية الأخرى ويأتي ذلك في ظل تأكيد مصري على الثوابت الراسخة بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي فضلا عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة ومساعدته على تجاوز كافة التحديات سيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب. واستعاده الامن والاستقرار. وفي ترجمه واضحه لدعم العراق، تحرص مصر على المشاركه في مختلف الفعاليات المعنيه بذلك، ومن بينها مؤتمر بغداد للتعاون والشراكه، والذي انعقدت فعاليات نسخته الثانيه في الاردن في نهايه عام 2022، حيث ثمنت مصر الجهود والتضحيات الباسله والغاليه، التي تكبدها الشعب العراقي الشقيق في مواجهه الارهاب مؤكده على رفض القاهره الكامل لاي تدخل في شؤون العراق ودعم وحده الاراضي العراقيه والجهود الدؤوبه التي تسهم بشكل ملموس في ترسيخ مفهوم الوطن الامن ويشهد الوقت الراهن انفتاحا واضحا من البلدين تجاه تعزيز العلاقات، وإقامة علاقات وتوقيع مذكرات واتفاقيات في مختلف أوجه التعاون، مع استعداد واضح من مصر لدعم شمول العملية السياسية في العراق لجميع الأطياف العراقية دون استثناء، وقد انعكس ذلك في تبادل مكثف لزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، بما يواكب أهمية ومحورية العلاقات بين مصر والعراق